السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، كنرحبوا بكم دائما في القناة ديالنا وكنتمنوا لكم إن شاء الله ما دائما تقضيوا معنا أوقات طيبة وسعيدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم يعني غادي نقولوا نقدر نسميوها بيتزا، نقدر نسميوها على شكل بيتزا، نقدر نسميوها عدة أسماء إن شاء الله. يعني هذا عجين ممتاز كنصوبوا منه كريات، وهذه الكريات ديالنا كنديروهم على شكل بيتزا بالبيشاميل وبلاصوص ان شاء الله. غادي نشوفوا المقادير ونشوفوا الطريقه، ونتمنى منكم لاخواني اخواتي تشجعوا القناه ديالنا اللي هي قناتكم، ومرحبا بكم كنرحبوا بكم دائما وكنتمنى لكم تقضيوا معنا اوقات طيبه وسعيده ان شاء الله. نشوفوا المقادير ديالنا. طلب الشمي ديالنا هكا كتجي، يعني هنا عندنا 60 غرام ديال الزبده و60 غرام ديال الطحين ونصف لتر ديال الحليب، وعندنا البزار وعندنا الملحه. هادو هما المكونات ديال هاد البيشاميل اللي كتجي بيضاء وكتجي رائعة. ها نتوما كتشوفوا هنا عندنا مطيشة والفلفلة، وعندنا زيت الزيتون، عندنا الملحة، عندنا البزار، عندنا شوية ديال الحر، وهاد لاصوص ديالنا كنقطعو مطيشة طريفات كبار كبار، والفلفلة أيضا كنطيبوها نصف طياب نصف طياب، ما كطيبش كاملة، يعني كنطيبوها بحال هكا إن شاء الله. هادي هي العمارة ديال البيتزا ديالنا. بالنسبة للعجينة ديالنا عندنا 600 غرام ديال الدقيق، 600 غرام ديال الدقيق، عندنا واحد جوج بيضات، جوج بيضات، عندنا واحد 50 غرام ديال السكر، 120 غرام ديال الزيت، زيت نباتية أو زيت العود اللي بغينا، عندنا واحد 20 غرام ديال الخميرة ديال الخبز، واحد 15 غرام ديال الملحة. هادو هما المقادير ديال العجينة ديالنا، ونمشيو إن شاء الله للوصفة ديالنا، نشوفوا طريقة الإنجاز بإذن الله. الفرص ديالنا نديرو الملحة ونديرو السكر ونديرو البيض ونديرو الزيت ان العجين ديالي معجون مزيان. هنا كنضيف الخميره ديالي، في هذه اللحظه كنضيف الخميره. هذه هي كتجي معجونه مزيان وكتجي رطبه، باش دائما بحال هذا الشيء اللي غادي نصوبو دائما العجينه ديالو خصو تكون رطبه جدا. الزيت شويه، غير شويه الزيت، واحد صافي كنمسحو بيه الطاوة ديالنا بحال هكا، كنقطعو الكريات ديالنا بحال هكا، كنصطفوهم في الطاوة، مغاديش نديرهم كريات كبار بزاف، ومغاديش نعجنو يعني نخليوهم هكا مكورين حتى يخمروا مزيان. غادي نديرو فيهم حفر في الوسط اللي غادي نعمرو بهاد الحشوة ديالنا اللي كيجيو رائعين بإذن الله. نديرو حفر في العجينة ديالنا بحال هكا، حفرة كنديرو حفرة عميقة، ونديروها نمسوها كاع شوية باش تجينا الحشوة ديالنا ولا بيشاميل الوسط هكا.
نديرو لا بيشاميل هي نديروها في بوش او نديروها بمعلقه اللي بغينا. البيتزا ديالنا هنا من جناب هاد الخبيزات يعني اللي هما على شكل بيتزا نضربهم من جناب مزيان جلان جناب بحال هكا ان شاء الله كنضيفو الخضر ديالنا يعني الفلفله وماطيشه هكا كنديرو كل بيتزا زيتونة وحدة كحلة بحال هكا هكا نديرو مطيشة وفلفلة ونضيفو الزيتون مرحبا. هذا هو الطبق النهائي ديالنا ديال هاد البيتزا يعني الروسيه اللي هي ان شاء الله رائعه ونتمنى لكم تجربوها بهاد المقادير وبهاد الوصفه ان شاء الله باش تحصلوا على نتائج مزيانين. هذاك نص كيلو ديال العجين يعني ديال الطحين راه كيعطينا تقريبا ان شاء الله واحد 20 بياسة ديال هاد البيتزات الرائعين اللي هما في البنه ديالهم وفي العجينه ديالهم عامرين بلا بيشاميل في الوسط كيجيو ممتازين ان شاء الله. هذا هو المهم في الوصفه ديالنا. نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.